ازيك يا رانيا، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا انسه، عامله ايه؟ كويس الحمد لله. اخبار افريقيا ايه؟ كويس. بقول لكم سلام ايه، عليكم. الحمد لله، سلمين عليها. اخبارها ايه؟ كويس. تمام. بصوا بقى، مستر هيعمل لنا اكزام وامتحان، وانا مش مذاكره خالص والله. في الاستوري دي انتوا ما تعرفوش فيها اي حاجه؟ اي حاجه بسرعه قبل ما يجي ده شرير حاجه. ها رؤية، أي حاجة، مش عارفة أي حاجة في الستوري. يا محمد دلوقتي لسه محفظها لنا، وأنا هحفظها لك بعد. تمام، أنت لسه واخدينها معايا يعني؟ آه. تمام، ماشي، يلا البيولوجيك بسرعة. يلا يا رؤية، قولي أنت شوية وبعد كده أسيعتون شوية. قولي لي والنبي يا رؤية. أيوة، تمام. فهمتوا هو كل يوم تمام، عشان لما تيجي اي مركبة ينط عليها برجلته ويركب كويس. تمام. بعديها وهو ماشي مرة واحدة دخل في صخر. بعديها فضل يقول ايه ده، دي دخل. بعديها فضل بقى يقدم بسرعة جدا. بعديها وصل على الشاطئ، يعني في البحر. بعديها كان حزين جدا. تمام، كان بيعيط يعني؟ كان بيعيط. ما كانش بيسمع اغنيه؟ ما فيش صاحب بيتصاحب؟ لا خالص. تمام، قصار. انا فكرت ان هو بيسمع حاجات كده ولا حاجه. يا اسيا. نعم. يلا يا اسيا، اشرحها لي بطريقه تاني بقى يا اسيا. حاضر. انا اللي كنت بشوفه من القصه ان مال جاك ده كان حرامي، وكان قاعد كل يوم كان بيزق المركبه بتاعته عشان يدخل بيها في البحر، ودخل بيها مره في البحر. وبعد كده وهو ماشي داخل البحر، الصخره دي خبطته وخربت البتاع من تحت واتقطعت، وكان هيغرق. وبعد كده فضل يمشي ويجري بيها وطلع على الشط، وكان حزين جدا وكان مش عارف هو هيعمل ايه. طيب، شكرا، الحمد لله. الحو ده جاي. انت بتعملي ايه هنا يا سكره؟ ابدا، ده انا بسلم على اصحابي. لا والله، ولا بيغششوكي؟ والله ابدا، ده اللي بغششهم الاستوري. العيال دول عيال بولا، ده مش نافعين. يلا، سلام عليكم.